عادل رفاعي مخرج ومؤلف فيلم حناء. فيلم حناء في عرضه الأول في مهرجان أفلام السعودية نسخة 9، فيلم طويل مدته تقريبا حول 1:09، يعرف ويطرح فيه المشاكل الاجتماعية بطريقة ميثولوجية خيالية تنحرف عن الجو العام للأفلام السينمائية السعودية وتطلعاتنا بتغيير الصورة النمطية عن السينما السعودية وإظهار جو شبابي أكثر يناسب السينمات الدولية، ونطمح بدوري مخرج ومؤلف للظهور الدولي أكثر في مهرجانات خارجية أيضا. وأشكر مجلة سيدتي على هذه الاستضافة الكريمة.